على خير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كي درتوا مع رمضان؟ دخل عليكم ولا دخلت عليه؟ المهم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، لقيتكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد، جيت نشارك معكم اليوم شنو درت في نهاري. بدي لكم فيديو من الزنقه، مشيت خديت الورقه ديال البسطيله وخديت شي فيت فات خاصني من السوق، مشيت انا وماما اليوم. المهم البنات، اليوم شاركت معكم غير بالزربه شنو درت، سمحوا لي. المهم ملي ساليت البنات دخلت ديالك للدار، مشيت نيشان الكوزين، انا كنمشى عليا الحال. قلت اول حاجه غنديرها هي نلبس بوسه باش تبرد ليا في الثلاجه. كيف ما شفتوا درت جوج ديال البيضات، جوج ساشي ديال الفاني، وكاس ما عمرش ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، وواحد طانون مسوس. غادي نخلط المكونات كاملين مزيان 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 مزيان، وغادي نزيد عليهم ثلاثه المعالق ديال حليب نيدو. غادي نطربهم البنات مزيان، من بعد غادي نزيد زوج خميرات حمرين، جوج ساشيات ديال الخميره حمراء، وغادي نزيد سميده رقيقه. هنايا البنات هذا كيهز ليا كاس ونص، هذا الكاس ديال انا عندي ديال القصدير كيهز ليا تقريبا كاس ونص. كيف ما شفتوا هنايا راه طربت الخميره، ممكن نتوما ديروا على حسب الخليط، كل خليط خفيف. شديت المول ديال الدجاج دهنته بالزبده، درت ليه النص ديال الخليط ودخلته للفران. الفران ديجا سخون عندي، غير باش يسخن ليا واحد شويه شد فراسها. كيما شفتوا هنا شاده فراسها الكريمه البنات، درت فيها سكر الحليب، ثلاثه المعالق ديال لاكريم باتيسير، وجوج ديال معالق ديال السكر، واحد ساشي فاني. هنايا درت طبقه ثانيه ديال لاكريم باتيسير، وغندير الطبقه الثالثه ديال الكريمه ديال البسبوسه عفوا. الطبقه الثانيه اللي بقات كيف ما شفتوا كندير معلقه بمعلقه باش ما يتخلطش ليا داك الخير، وغادي يصدق الكريمه الفوق والبسبوسه لتحت بحال ما درنا والو. المهم البنات انتوما بنسى كنهضر معكم سخفان، والله العظيم الا يلاه صليت العصر الله يتقبل، ولكن راه شي واحد الصهودات عندنا راه ما نعرفش لكم. الحمد لله على كل حال، الله يجعل مغفره الذنوب يا ربي. المهم البنات انتوما كيف ما شفتوا كنحاول ندير الكريم البسبوسه فوق الكريمه باش تجيني تبقى هكا تبقى هكا تبقى هكا، ما تجيش داكشي مجلخ. ومن بعد هنا جيت كنوجد الحشوه باش غنعمر لي سيكار ديالي. درت البصله والثومه طحنتهم في الطحانه مزيان. هنا خديت البنات الكفته ديال العدان، دزت على ديك البصله والثومه اللي شلطت، والقزبر والمعدنوس ديجا مقطعين، والعطريه درت الملحه البزار، خرقوم بلدي، سكينجبير، شويه الكمون، وثومه بودر. غادي نخلطهم مزيان حتى يدخل ليا العطريه والبصله والربع ديالي مع الكفته، وغادي نخليهم يطيبوا على خاطر خاطرهم. حيت البنات انا ما كنبغي الكفته تاخد طيابها مزيان، تبغي حقها في الطياب، كنبغيش نطيبها نزرب عليها. كيما شفتوا انا واقفه عليها البوطر ما مجهدش بزاف، انتما كيف ما شفتوا دابا. سمحوا لي البنات. المهم كيف ما شفتوا هنايا خلطتها مزيان وخليتها كطيب على خاطرها، وغادي نمشي نجمع روينتي. انا قلت لكم من السوق الكوزينه للدار مرونه، وكاين واحد الصهد خيالي الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يجعلها لنا مغفره الذنوب. ايوا هانتوما كيف ما شفتوا دزت الكوزينه نيشان، كنت كنوصل في الماعن خلطت هنا معكم زربان. البنات انا ما كنحمش نخلط الماعن والزبل في لافابو حاشاكم، ولكن ملي كنكون زربانه راه كنبدا غير كنشير وكنرون بحق الله العظيم. هنايا راه انا جمعت الزبل كنلوحها كنلوح في داك لافابو، قلت تان سالي نجمع داكشي مهم عندي هو الفطور يكون واجد في الوقت. صافي هنا من بعد ما درت الحشوه طيب، ودرت البسبوسه طاب، درتها في الثلاجه، زينتها البنات بالكوك. صافي جيت كنجمع في الكوزينه وكنجمع في الدنيا هنايا. انتما نقيت شللت الماعن، انتما عارفيني من زمان ما كنغسلش الماعن وما فيهم الزبل، خصني ديما اللي شافني يضحك عليا، عرفتي اللي شافني يبقى يقول لي واك ديري الخدمه راسك، ولكن ما عندي ما ندير شي، عطاني الله شي اللي تعلمنا. كنشلل الماعن البنات، هذا بغيت نقول لكم ما عجبنيش، راه كندير فيه تقريبا عرفتي راه ما صدقت انني ساليته بزز باش نمشي ناخذ الاخر. ما عجبنيش نهائيا، كنكثر فيه راه هذا الشيء غير كثير، وديجا عندي الطاسه فيها شويه ديال اوني وجافي داكشي باش دير ديك الرغوه كامله، ولكن راه ما زوينش نهائيا. المهم البنات معرفش اللي مجربها ديجا تقول لنا كي جاها. صافي قلت لكم البنات بخصوص الماعن، اللي شافني تنغسل الماعن بهذه الطريقه كيبدا يضحك عليا تيقول لي غتغسليهم وتغسليهم، علاش كتشللي ليهم وتعاودي تغسليهم؟ انا هادشي اللي عطاني الله سبحان الله العظيم، وهادشي شط ربينا وهادشي تعلمنا. ماما الله يذكرها بالخير غتكون كتسمعني وكتضحك عليا، كنت الا غسلت الماعن فيهم الزبل داك النهار غيدوز عليا كحل
بالنقير، اش هاد الغسيل، اش هاد الروينه، اش هاد الحاله، ولكن شنقول الحمد لله الله يعطيها صحيحتها يا ربي. ادعوا لي يا ماما الله يشافيها ليا، الله يعطيها صحيحتها يا ربي، علمتنا الشقاء وعلمتنا النقاء. البنات هاد الشبكه ديجا كنت شاركتها معكم، كنت صورتها في انستغرام، بزاف ديال البنات سولوني قالوا لي بشحال خديتيها وفين خديتيها. انا خديتها هنايا في طلبرت عند واحد مول المحل، البنات ديال اكادير غيعرفوه، كيدير المعن ديال تركيا. كنت غير دايزه من تما وعجبتني، وخليها لي ب 350 درهم ديال اينوكس، وفيها البلاستيك ديالها غزاله، هي كلها اينوكس ما كيتطور. المهم البنات خديتها ب 350، غزاله فنه، وان شاء الله كنت قلت غنصورها لكم بوحده في فيديو كنصورتها للبنات في انستغرام، وسولوني فين خديتيها وما قدرتش نجاوبهم، قلت حتى نجاوبكم في فيديو. المهم البنات هاني من بعد ما غسلت المعن صبنت الزيف ديالي، وهذا من بعد ما صبنته نشرته في الشميشه، وجيت كنحك في لافا في البوطاجي، وداكشي ديال داك الروينه وداكشي كامل راكم عارفين، كنحك ونقول ما حكيت باش انا غادي نبدا نجمع لي سيكار ديالي فوق داك البوطاجي، قلت خصني نحك والو ضروري. المهم البنات غنسالي هاد الروينه ونرجع معكم. مهم البنات كيف ما شفتو تحت الكوزينه كامله رديت كلشي بلاصتو، وجيت باش نعمر لي سيكار ديالي. انا الكفته طابت زدت ليها واحد 4 ديال الكيري وشويه الزعتر. المهم البنات جيت نشارك معكم الطريقه باش عمرت لي سيكار. انا درت الدقيق والماء والفرماج موتزاريلا، طحنتو في الهاشوار البنات، عفشي الورقه البسطيله تقولبت فيها بمعنى الكلمه، خديت الورقه البسطيله ولكن الله يخذ فيه الحق هذاك السيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لانه قلبني كنقول ليه عطيني ورقه جديده، كيحلف ليا بان هاد الورقه السيده غير خلاتها عنده وما رجعاتش ليها، والورقه قديمه ماشي جديده و ناشفه ما فيهاش الزيت، عرفتي راه ما نعاودش لكم، عذباتني واحد العذاب شديد وكتقطع ورقيقه بزاف، ما جبتنيش حتى في الطياب، ما جاتنيش مقرمشه الصراحه ما نكتبش عليكم. الحشوه جات بنينه ولكن هذوك لي سيكار كيف ما بغيتهم ما جاونيش. المهم عمرتهم بالطريقه اللي غادي تشوفوا دابا، درت الورقه البسطيله ودرت هذا شويه الحشوه اللي غادي تكفيني، وزدت فرماج موتزاريلا ودورتهم ودرتهم في اللاطه في ديال الفران، طيبتهم في الفران البنات، دهنتهم بصفر بيضه واحد الراس ديال معلقه ديال الصوجه غير باش يجيو شويه محمرين، ودخلتهم الفران طيبتهم. ايوا البنات من بعد خرجتهم غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم غير بالزربه، لان البنات ما كملتش لي كيرم الفيديو حتى للطبله في الاخر، راكم عارفين وقلت لكم علاش في الفيديو اللي سبق. هانتوما كيف ما شفتوا هكا درت غير هذا القياس ودرتهم في الفران يطيبوا، دهنتهم بصفر بيضه وشويه الصوجة، ومن بعد من جمعت الكوزينه ودوزت الشفاف وغسلت المعان قديت كلشي اموري. غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش جاو محامرين، اجت الحشوه بنينه وك الورقه البنات ما زويناش نهائيا كما شفتوا. ايوا حنا وصلت معكم لاخر ديال الفيديو البنات، نبشركم بان الاسم الحقيقي ديالي هو اللي درت في لاشين واللي درت في الانستغرام ديالي هو اسماء شانيل، اسمي هو اسماء شانيل، والذهب كان غير اسم مستعار وكان كيعجبني ومبقاش كيعجبني وانا نبدلو. المهم البنات نتمنى تدخلوا عندي الانستغرام ديروا ابوني، ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك وتخليوا لي كومونتير زوين، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويبارطاجي الفيديو مع الناس اللي قراب ليه. شكرا بزاف على متابعه الفيديو، بيزو.